بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الطلاب، نقدم لكم مراجعة للصف الحادي عشر المتقدم، مدرسة حمد بن عبد الله بن جاسم الثانوية المستقلة للبنين، ومعكم إن شاء الله أستاذ طلعت أحمد. إن شاء الله نبدأ المراجعة، وهي تبدأ بموضوع الحرارة، هو استكمالا لما تم درسه في الترم الأول. ونبدأ إن شاء الله بموضوع السعة الحرارية. ما هي السعة الحرارية؟ السعة الحرارية النوعية هي كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلوغرام من المادة بمقدار درجة واحدة مئوية أو كلفن. وهي السعة الحرارية النوعية هي خاصية للجسم، خاصية للمادة. السعة الحرارية النوعية ممكن حسابها باستخدام هذا القانون C equal Q divided by M multiply delta T، أو هذا القانون ممكن أن نصيغه مرة بطريقة أخرى Q بيساوي MC delta T، حيث Q هي كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة بالجول، وحدتها الجول. الM كتلة المادة بالكيلوغرام. دلتا T التغير في درجة الحرارة، والسي هي السعة الحرارية النوعية ووحدتها جول على كيلوغرام لكل كلفن أو لكل سيليزيوس 1 سيليزيوس. ننتقل أيضا إلى موضوع الحرارة الكامنة. ما هي الحرارة الكامنة؟ الحرارة الكامنة هي كمية الطاقة الحرارية اللازمة لتحويل 1 كيلوغرام من المادة من حالة إلى حالة. والقانون المستخدم Q يساوي ML، أو يمكن صياغته بطريقة أخرى الL، وحيث الL هي الحرارة الكامنة تساوي Q على M. القانون له صيغتين، الQ كما سبق دائما هي كمية الطاقة الحرارية المفقودة أو المكتسبة، والM كتلة المادة بالكيلوغرام، والL الحرارة الكامنة ووحدتها جول لكل كيلوغرام. والحرارة الكامنة قد تكون الحرارة الكامنة للتبخر، الحرارة الكامنة للانصهار، أو حتى الحرارة الكامنة للتجمد. نراجع أسئلة. هنا كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلوغرام من المادة درجة واحدة مئوية. هنا اختيار متعدد، نوع السؤال اختيار متعدد. طبعا أسمع الإجابة منكم. أول، أيوة بالضبط، هي الحرارة النوعية، الحرارة النوعية. ننتقل إلى سؤال آخر. تحسب السعة الحرارية النوعية باستخدام القانون. ها، أيوة تمام، القانون C يساوي Q على M دلتا T. هذه هي الإجابة الصحيحة. ثم ننتقل إلى سؤال آخر. تحسب الحرارة الكامنة باستخدام القانون. نعم، أيوة محمد يا عمر، تمام، Q على L يساوي Q على M دي، صح يا محمد يا أحمد، تمام. ننتقل إلى سؤال آخر. ما سبب اختلاف السعة الحرارية النوعية والحرارة الكامنة من مادة إلى مادة أخرى؟ مدى تراص وترابط جزيئات المادة، اختلاف درجة الحرارة، اختلاف عدد الجزيئات في الكيلوغرام من المادة. الإجابة A و C، أيوه ها، أيوه تمام يا راشد، تمام ممتاز، هي الإجابة A و C. إذا الإجابة الأخيرة هي الإجابة الصحيحة. يعود اختلاف السعة الحرارية النوعية والحرارة الكامنة لأي مادة من مادة إلى مادة أخرى بسبب هذين السببين، مدى تراص وترابط الجزيئات واختلاف عدد الجزيئات في الكيلوغرام الواحد. فكما نعلم أن مثلا الحديد، الكيلوغرام من الحديد ترتفع درجة حرارته سريعا عن الكيلوغرام من الماء إذا أخذوا نفس كمية الحرارة. ترتفع درجة حرارة الحديد أعلى من درجة حرارة الماء، وذلك لسبب إيه؟ تراص، بسبب تراص ذرات الحديد أو أي معدن عموما عن تراص جزيئات الماء.
وأيضا عدد جزيئات الماء، عدد جزيئات الماء الموجودة في الكيلو الواحد جرام واحد أكثر من عدد جزيئات الحديد الموجودة في كيلو جرام. إذا تختلف السعة الحرارية والحرارة كاملة لهذين السببين، فرص الجزيئات وعدد الجزيئات في الكيلو الجرام واحد. ننتقل إلى سؤال آخر وهو اختيار متعدد أيضا، وحدة قياس الحرارة النوعية. وحدة قياس الحرارة النوعية، أيوة أنا سامع أهو، سامع يا حمد؟ سامع؟ ها الإجابة إيه؟ ها الإجابة فكرت بالقانون يا حمد، إيه اللي بتساوي حرارة وحدة حرارة السي؟ السي يساوي كيو على ام دلتا تي، وحدة قياس كمية الحرارة جول، الكتلة كيلوغرام، فرق درجة الحرارة أو التغير في درجة الحرارة سيليزيوس أو مئوية. إذا أيوة بالضبط هتكون إيه؟ جول على كيلوغرام سيليزيوس، ويصير كمان أنا أحط الكيلوغرام بدل سيليزيوس أحط كيلفن سيان. إذا الإجابة الصحيحة هي باء. ننتقل إلى سؤال آخر. هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 كيلوغرام من المادة من حالة إلى حالة أخرى وتقاس بوحدة جول على الكيلوغرام. يا ترى إيه دي يا راشد؟ راشد النمل، ها؟ يا ترى دي يا راشد؟ الحرارة الكامة؟ ولا الطاقة الكهربية؟ ولا الحرارة النوعية؟ ولا الطاقة الكيميائية؟ طارق علي، ها رد علي. تمام، الحرارة الكامنة. الحرارة الكامنة هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 كيلوغرام من المادة، وليرتبط في ذهنك كلمة تحويل مع الكامنة. كلمة التحويل مع الكامنة، الحرارة الكامنة هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 كيلوغرام من المادة من حالة إلى حالة. ننتقل إلى سؤال آخر. وحدة قياس الحرارة الكامنة، وأذكرك بالقانون، يا طارق L بتساوي كيو على مين؟ على M. الكيو وحدتها الجول، والM اللي هي الماس وحدتها الكيلوغرام، يبقى على طول أستنتج حتى لو أنا مش حافظ القانون، مش حافظ الوحدة، على طول جول على كيلوغرام، يبقى الإجابة الصحيحة كما قلت جول على كيلوغرام. ننتقل إلى سؤال آخر. جسم كتلته 4 كيلوغرام، إذا أنا أحدد المعطيات قبل البدء في حل المسألة. جسم كتلته 4 كيلوغرام، احسب كمية الحرارة اللازمة. إذا كمية الحرارة اللازمة كما نعلم إن هي Q، لرفع درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية، إذا هذا دلتا T، التغير في درجة الحرارة أو الارتفاع في درجة الحرارة، علما بأن السعة الحرارية النوعية وهذه هي السي، السعة الحرارية النوعية اي سي. إذا الكيو يساوي ام سي دلتا تي. من أين استنتجته؟ من قانون السعة الحرارية النوعية، سي بتساوي ام، كيو بتساوي ام سي دلتا تي. نغير الترتيب، سي بتساوي كيو على ام دلتا تي، استنتج منها انه الكيو بتساوي ام سي دلتا تي. نعوض، الكيو يساوي الام 4 كيلوغرام في السي 900 جول لكل كيلفن، لكل كيلوغرام مئوي، لكل درجة مئوية ضرب 900 ضرب دلتا تي ب 10. الكلام ده هيساوي، ايوه متخصص الحسابات محمد عمر، ساوي 36,000 جول يا شباب. اذا كميه الحراره اللازمه لرفع درجه الحراره 4 كيلوغرام من ماده ما، هذه الماده ساعتها الحراره 900 جول لكل كيلوغرام لكل درجه مئويه، هيساوي 36,000 جول، أو ممكن نحطها بصيغة أخرى 36 كيلو جول. تمام يا شباب، ننتقل إلى سؤال آخر.
إذا علمت أن الحرارة الكامنة لتبخير الأكسجين هي لاحظ معي الكامنة الكامنة لتبخير الأكسجين هي 214 كيلو جرام كيلو جول لكل كيلو جرام. إذا هذه هي إيه يا شباب؟ الحرارة الكامنة اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ ما هي كمية الحرارة الممتصة إذا تم تبخير 3 كيلو جرام؟ إذا معي الكتلة، معي الكتلة M 3 كيلو جرام للأكسجين. إذا القانون كيو اللي يساوي كيو على M L كيو على M. إذا الكيو يساوي L تايمز M يساوي 214. لاحظ كيلو جول، يجب أن أستبدل كيلو بألف، أضرب ألف عشان أحولها لجول، ضرب الكتلة كان شباب بثلاثة. ماشي يا شباب؟ إما أن أترك، إما أترك ال كمية الحرارة ب الكيلو جول او احولها الى جول. من الواضح ان الاجابات كيلو كيلو كيلو. اذا من الممكن ان تكون هذه النتيجه بشكل 642 الف اللي هي بتساوي 642 كيلو جول، وهذه هي الاجابه الصحيحه. ماشي يا شباب؟ ننتقل الى سؤال اخر. للماء خصائص منفردة منها ارتفاع الساعة الحرارية النوعية والحرارة الكامنة، عدد فوائد ذلك. كما قلنا سابقا أنك إذا أعطيت كمية من الحرارة لكيلو جرام من الماء ونفس كمية الحرارة للحديد لكيلو جرام من الحديد، فإن أيهما يرتفع درجة حرارته أكثر؟ طبعا الحديد. لماذا؟ لأن الماء خصائص كيميائية خاصة به. هذه الخصائص لها فوائد على الحياة. من هذه الفوائد تنظيم درجة حرارة الجسم، تنظيم درجة حرارة الجسم أجسام الكائنات الحية، اعتدال المناخ في المناطق الساحلية، الحفاظ على الكائنات الحية البحرية، استعمال الماء لتبريد المحركات في السيارات وفي المصانع، تبريد العرق لجسم الإنسان. هذه كلها أشياء متعرف عليها، وكما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن خاصية ارتفاع السعة الحرارية والحرارة الكامنة للماء هذه خاصية إعجازية خلقها الله سبحانه وتعالى، وخص بها الماء الذي يسبب حياة جميع الكائنات الحية. ننتقل إلى موضوع آخر وهو الموجات. ما هي الموجة؟ اضطراب يحدث في الوسط وينقل الطاقة. سؤال آخر، ما هو الضوء؟ موجات كهرومغناطيسية سرعتها في الفراغ 3 × 10^8 متر على الثانية. عدد خصائص الضوء. الضوء يسير في خطوط مستقيمة ولذلك نرى الظل. الضوء ينعكس إذا سقط على سطح عاكس. الضوء ينكسر إذا انتقل من وسط إلى وسط آخر، يختلف عنه في الكثافة الضوئية. يتحلل الضوء إلى الألوان السبعة عند مروره على منشور زجاجي. طبعا نحن ندرس الضوء لأنه له خصائص موجية. الموضوع هو الموجات، والضوء يعتبر موجة. دعونا نحل بعض الأسئلة. يكون التداخل بناء إذا كان فرق المسار، موضوع التداخل، تداخل الموجات. طبعا درسنا الموضوع بالنسبة للضوء كأفضل مثال لتداخل الموجات. يكون التداخل بناء إذا كان فرق المسار دلتا اس يساوي اس 2 اس 2 ناقص اس 1 يساوي ان في غامض، حيث ان تكون
رقم زوجي يا ترى؟ ولا رقم فردي؟ ولا رقم نسبي؟ ولا رقم صحيح؟ نعم رقم صحيح، يجب أن تكون إن رقم صحيح، وإن ممكن أن تأخذ هذه القيم صفر أو واحد واثنين ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية، ولكن إن لا تساوي أبدا رقم كسر نص مثلا أو اثنين من عشرة أو خمسة من عشرة أبدا، لا يمكن أن تأخذ إن هذه القيم ما دام التداخل بناء. يبقى يجب أن يكون فرق المسار بيساوي الضلع، حيث الإن بيساوي من صفر إلى ما لا نهاية رقم صحيح. ننتقل إلى سؤال آخر. في تجربة يانغ للحصول على أهداف أكثر وضوحا، للحصول على أمواج على أهداف أكثر وضوحا، ماذا نفعل؟ نقارن المسألة بين الشقين، ولا نزيد البعد بين الشاشة والشقين، ولا نستخدم ضوء له طول موجي كبير؟ نعم الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة جميع ما سبق. إذا للحصول على أهداف أكثر وضوح مقارن المسافة بين الشقين، مسافة بين الشقين أيوة حمل دي، نزيد البعد بين الشاشة والشقين اللي هي إيه؟ اللي هي الإس، نستخدم الضوء له طول موجي إيه؟ كبير، يعني يجب أن تكون الإس الإس ولمبة أكبر ما يكون، والدي تكون صغيرة قيمتها قيمة صغيرة. ننتقل إلى سؤال آخر. ما هو الطول الموجي لضوء مستخدم في تجربة يانغ إذا كانت المسافة بين الشقين؟ أيوة إيه هي المسافة بين الشقين يا شباب؟ ليه؟ اللي هي الدي. والبعد بين الشاشة والشقين أربعة، اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي الإس. كلمنا من شوية. إذا علمت أن الهدف المضيء الخامسة رتبة الهدف اللي هي إن، يبقى إن هنا بتساوي كام يا شباب؟ خمسة. عن الهدف المركزية، إذا علمت أن بعد الهدف الخمسة عن الهدف المركزية 5 سنتي، أي أن واي إن بتساوي 5 سنتي يا شباب. إذا أستخرج المعطيات، أستخرج المعطيات على ناحية اليمين، دايما عود نفسك إنك تستخرج المعطيات. الدي يساوي 0.03 times 10 to the power minus 2. تقول لي minus 2 ليه؟ لأن هنا بالسنتيمتر فلازم أحولها للمتر، يبقى هنا الدي بالمتر. طيب الاس تساوي 4 times 10 to the power minus 2، ليه؟ عشان نحاول برضه للمتر. رتبة الهدفة ان يساوي 5، الواي 5، واي 5 بتساوي 5 ضرب ليش؟ تمام؟ عشان نحول من سنتيمتر إلى متر. إذا استخدم القانون، كلنا حافظين ان واي ان على اس يساوي ان لامدا على دي. من هذا القانون انا عايز لامدا، المجهول هنا يا شباب اللي هو مين؟ طول الموجي، لا نعرفه. تمام؟ إذا من هذا القانون استنتج ان لامدا بيساوي واي ان تايمز دي على اس ان. تعويض فقط، تعويض يا شباب، الواي ان بكام يا شباب؟ المعطيات اهي، خلاص انا طلعت المعطيات اللي اقدر استخدمها بكل سهوله، يبقى واي ان بيساوي 5 5 ضرب 10 ماينس 2 ضرب الدي بكام يا شباب؟ 0.03 تايمز 10 تو ذا باور ماينس 2 على الان ب 5 ضرب الاس. اس بكام؟ 4 ضرب 10 اس ناقص 2، واترك لكم استنتاج القيمه النهائيه. متخصص الحسابات محمد عمر، محمد عامر ايضا،
سأحاسبكم على هذه النتيجة. ننتقل إلى سؤال آخر. من تطبيقات الانعكاس رؤية الأجسام لمسك المرايا، صدى الصوت، استخدام الآلية الضوئية في نقل البيانات، جميع ما صدر. هل في شيء من دول لا يتم استخدامه؟ لا يستخدم فيه الانعكاس؟ طبعا يبقى الإجابة، طبعا لا، الإجابة إيه؟ جميع ما صدر. ننتقل إلى سؤال آخر. إذا علمت أن معامل انكسار الزجاج، معادل انكسار الزجاج N يساوي 1.22، احسب الزاوية الحرجة. ما العلاقة بين الزاوية الحرجة ومعامل الانكسار؟ جميعنا يعلم أن معامل الانكسار يساوي 1 لأي وسط يساوي 1 على ساين سيتا سي، حيث سيتا سي هي معامل هي الزاوية الحرجة. من هذه، من هذا القانون سيتا سي إيكوال ساين ماينس 1 على 1 على n. طبق القانون يبقى سيتا سي يساوي ساين ماينس 1 1 على 1.22. انتهت المسألة، وأترك لكم استنتاج القيمة النهائية لسيتا سي، وإن شاء الله تكون قيمة صحيحة. ننتقل إلى سؤال آخر. في تجربة بمقياس سرعة الضوء كانت سرعته في وسط ما هي 2.3 × 10⁸. فإذا كانت سرعة الضوء في الفراغ هي 3 × 10⁸، احسب معامل الانكسار. أيوة، كلنا يعلم هذه المسألة وكلنا وتدربنا عليها. معامل الانكسار N يساوي C على V يساوي C اللي هي سرعة الضوء في الفراغ أو في الهواء، 8 × 10⁸، 3 × 10⁸ على 2.3 × 10⁸. سهلة جدا. يبقى إذا ممكن اختصارها إلى آلاف تقسيم 2.3. أترك لكم أيضا استنتاج النتيجة. وكما تعلمون فإن معامل الانكسار ليس له وحدة. ننتقل إلى سؤال آخر. تطفو طبقة من البنزين وعامل الانكسار لها 1.45 على سطح الماء، معامل الانكسار للماء 1.33. يسقط شعاع من الضوء على سطح البنزين بزاوية 35، احسب الزاوية التي يصنعها الشعاع مع الماء. يجب أن نتتبع مسار الشعاع الضوئي حتى يسهل حل المسألة. هذا هو الشعاع الضوئي، يسقط على سطح الماء قادما من الهواء. إذن ينتقل من وسط أكبر كثافة، أقل كثافة، إلى وسط أقل، إلى وسط أكبر كثافة. إذن من المفترض أنه سينكسر مقتربا من العمود. تكون هذه زاوية الانكسار سيتا ار. المطلوب احسب الزاوية التي يصنعها الشعاع مع الماء. إذا الزاوية المطلوب إيجادها هي هذه، هي الزاوية المطلوبة. إذا لحل هذه المسألة يجب استخدام قانون 2 N1 sin سيتا I يساوي N2 sin سيتا R، حيث أن الضوء قادم من الهواء إلى سطح البنزين. إذا معامل انكسار الوسط الأول يساوي 1 لأن معامل انكسار الهواء يساوي 1. إذا ساين سيتا آي وهي 35، ساين 35 بتساوي إم 2 وهي معامل انكسار البنزين معوض عنه على طول مباشرة 1.1
أربعة خمسة ساين سيتا ار. من هذه العلاقة ساين سيتا ار يساوي ساين 35 تقسيم 1.45. ساين سيتا ار تقريبا يساوي 0.59 تقسيم 1.45 ده تقريبا يساوي 0.39. الحين ساين سيتا ار يساوي ساين سيتا ار يساوي 39%. انا عايز السيتا ار. سيتا ار يساوي ساين ماينس 1.039 ودي تقريبا تساوي 23. الزاوية سيتا ار او زاوية الانتصار تقريبا تساوي 23. وكما نلاحظ زاوية الانتصار اقل من زاوية السقوط لان الضوء يسقط من وسط اقل كثافة الى وسط اكبر كثافة مقتربا من العمود، فهذه اجابة منطقية. ولكن المطلوب احسب الزاوية التي يصنعها الشعاع مع الماء. مسار الشعاع كما رأينا الشعاع هنا سيتا ار تساوي 23. هذه الزاوية تساوي سيتا ار ايضا بالتبادل سيتا ار. هذه الزاوية تساوي سيتا ار والزاوية الكلية تساوي 90. اذا الزاوية التي يصنعها الشعاع الضوئي مع سطح الماء تساوي 90 ناقص 23. آخر من تطبيقات الحدود دراسة التركيب البلوري، التعرف على جزيئات الدي ان ايه، التعرف على خواص الأشعة السينية اللي هي أشعة إكس. يا شباب مش عارفين أشعة إكس جميع مسارات؟ نعم، كل هذه الاستخدامات من استخدام تطبيقات الحيود. ننتقل إلى سؤال آخر. محزوز حيود يحتوي على 500 شق في كل 1 ملليمتر. سقط عليه ضوء أحادي اللون طوله الموجي 589 نانو متر. احسب زاوية الهدبة المضيئة الثانية. إذا هذه المسألة يجب أن أستخرج ما أعطي لي المعطيات. أنا عندي عدد الشقوق 500 شق في كل 1 ملليمتر. إذا يجب أن أحسب البعد بين كل شقين اللي هي دي تساوي من عدد الشقوق المسافة على عدد الشقوق، يبقى تساوي 1 × 10 ناقص 3 لأن عندي ملي متر. دائما في الأطوال أستخدم المتر وليس المليمتر أو النانومتر. يجب أن تكون دائما الأطوال أو المسافات بالمتر. يبقى أحول 1 ملليمتر بالمتر بالضرب في 10 × 3 تقسيم ال 500 دي المسافة بين كل ما بين كل شق وشق في محزوز الحيود. الطول الموجي لندا يساوي 589 نانومتر. التحويل من متر لنانومتر بنعمل ايه يا شباب؟ كلنا عارفين. ايوه، نضرب في 10 × 9 عشان احولها لايه؟ للمتر. هنا هذه القيمه هستنتجها هتساوي 2 × 10 ناقص 6 متر، واللمبة هتساوي 5 ناقص
حولناها الى المتر بالضبط في 10 اس ناقص 9. اذا هو يقول لي احسب زاويه الهدف، يعني عايز السيتا اشهر، عايز السيتا، السيتا هي المضروب. طيب قانون تحصيل الحيود يقول لي ان ان في لحظه يساوي دي ساين سيتا. مباشرة الزاوية تساوي ساين ماينس 1 افتح قوس ان لندا تقسيم الدي اشهر، عوض ساين ماينس 1 الان بكام يا شباب؟ الثانية الهدبة المضيئة، هنا لا ننسى ان رتبة الهدبة هي الهدبة الثانية، ان تساوي 2 ضرب 5 8 9 ضرب 10 اس ناقص 9 تقسيم الدي اللي هي 2 ضرب 10 اس ناقص 6. اقفل القوس، طلع نتيجه لمحمد يا عمر متعهد الحسابات او محمد عامر. تمام، انتهت المساله. كم خطوه؟ 3 خطوات. تمام يا شباب، ننتقل الى سؤال اخر. الموارد الكهرومغناطيسيه زي ايه يا شباب؟ زي ايه الموارد الكهرومغناطيسيه؟ الموارد الكهرومغناطيسيه زي الضوء، زي الاكس راي، زي الجاما راي، زي المايكرويف، زي الراديو ويف. الموارد الكهرومغناطيسيه أمواج طولية ميكانيكية مستعرضة أمواج المادة. إحنا عارفين الأمواج الكهرومغناطيسية أمواج، نعم أيوة أنت يا طارق، أمواج إيه؟ أمواج مستعرضة، أمواج مستعرضة. الأمواج الكهرومغناطيسية أمواج مستعرضة. ننتقل إلى سؤال آخر. متى تحدث الضربة؟ تحدث عند اضطراب موجتين صوتيتين مختلفتين في التردد من الأذن، فيحدث تداخل بناء وعلى الجانبين تداخل هدام. فهنا في هذه المنطقة تداخل بناء، ولذلك عمل ما يسمى بالبيك أو قمة، وعلى جانبي هذه القمة تداخل هدام أو ضعف في الموجة على الجانبين، بنسميه تداخل هدام، فتسمى هذه تسمى بالضربة. تمام؟ ننتقل إلى سؤال آخر. أي من الأمراض التالية مستقطبة بشكل أفقي؟ لندرس كل الاختيارات على حدة. هذا ضوء غير مستقطب، كلنا يعلم هذا ضوء غير مستقطب، او تمثيل للضوء غير المستقطب، او امواج غير مستقطبه، لان ليس الضوء وحده ما يستقطب، ولكن كل الامواج ممكن ان تستقطب. هذه موجه او ضوء مستقطب بشكل راسي، هذا مستقطب بشكل افقي، هذا مستقطب بشكل افقي وراسي مع بعض. اذا السؤال أيهما مستقطب بشكل أفقي؟ الإجابة الصحيحة ليست هذه ولا أي من ذلك، ولا أي من الثلاث إجابات، يبقى الإيه هي الإجابة الصحيحة. ننتقل إلى سؤال آخر. أي من الآتي من التطبيقات المفيدة للاستقطاب؟ مكبر الصوت يا ترى؟ الـ LCD؟ الثلاجات؟ المكبر الصوت؟ مكبر الصوت؟ طبعًا هناك إجابة مقررة. طبعا هو ال LCD، ال LCD هو الإجابة الصحيحة. ننتقل إلى سؤال آخر. ظاهرة تعرف على أنها التغير الظاهري في درجة الصوت عند وجود حركة نسبية بين المصدر والمستمع. هل تمثل هذه الظاهرة؟ الانعكاس والانبساط والحيود ولا دوبلر؟ تمام، هي ظاهرة دوبلر. ننتقل إلى سؤال آخر.
تسير سيارة إطفاء وتطلق صفارة بتردد 330 هرتز. إذا تحركت السيارة نحوك بسرعة 18 متر على الثانية، ما هو الطول الموجي لصوت الصفارة أثناء أولاً الاقتراب منك الابتعاد عنك؟ وإذا علمت أن سرعة الصوت في الهواء 340 متر على الثانية، إذا هذا تطبيق على ظاهرة دوبلر. لحساب الطول الموجي أثناء الاضطراب، أولاً أثناء الاضطراب واحد، الطول الموجي الظاهري لمدة بيساوي أثناء الاضطراب VS ناقص V أقسم من F اللي هو التردد الطبيعي للصوت، هذا في حالة الاضطراب، يبقى يساوي تعويض مباشر سرعة الصوت في الهواء 340 ناقص سرعة السيارة اللي هي 18 متر على الثانية والتردد الطبيعي أو تردد الصفرة يساوي 330. تمام يا شباب؟ دائما الطول الموجي دائما كما اتفقنا هو بالمتر. متخصصي الحسابات استنتج هذه القيمة. في حالة الابتعاد الطول الموجي الظاهري يساوي VS سرعة الصوت زائد سرعة المصدر على التردد. إذا الفرق فقط هو في العلامة طرح أم جنب 340 زائد 18 على 330. متخصصي الحسابات. ننتقل إلى سؤال آخر، إلى موضوع آخر بالأحرى، وهو الحث الكهرباء المغناطيسي. بداية الحث المغناطيسي تتطلب معرفة الفيض المغناطيسي وكثافة الفيض المغناطيسي. يعرف بأنه عدد الفيض المغناطيسي يعرف بأنه عدد خطوط المجال التي تمر عموديا سطح الماء، أي سطح الماء ووحدتها الوبر. كثافة الفيض المغناطيسي أو شدة المجال المغناطيسي هي عدد خطوط المجال التي تمتد عموديا مساحة قدرها 1 متر مربع أو وحدة المساحات ووحدته التسلا. العلاقة بين الفيض المغناطيسي وكثافة الفيض المغناطيسي فاي، هذه هي الفيض المغناطيسي يساوي عدد لفات السطح. كما نعلم فإن أي سطح ممكن أن يكون عدة أسطح متتالية، مثال على ذلك الملف الكهربي، فهو يمثل عدة أسطح. N بيساوي فاي بيساوي N A في البي، حيث A هي مساحة السطح والبي هي كثافة الفيض المغناطيسي في كوساين الزاوية. ليه كوساين الزاوية؟ لأنه كما نرى في هذا الشكل في هذا التمثيل، فاتجاه المجال المغناطيسي يصنع الزاوية سيتا مع العمودي. إذا المجال المغناطيسي لا يجتاز السطح عموديا في هذه الحالة، ولذلك نأخذ المركبة العمودية فقط، لأن كما قلنا لأن الفيض المغناطيسي أو كثافة الفيض المغناطيسي تأخذ في الاعتبار فقط خطوط المجال التي تجتاز السطح عموديا. هنا ليست تجتاز عموديا، ولكن يمكننا أن نأخذ المركبة العمودية للمجال المغناطيسي وهي التي تساوي بي كوساين سيتا. ننتقل إلى تطبيق على هذا الموضوع. أي من الأشكال الآتية لديها أكبر قيمة للفيض المغناطيسي؟ لندرس كل سطح على حدة. من الملاحظ أن السطح D والسطح B و A لهما نفس المساحة، أما السطح C فهو أكبر من الثلاث، ولكن لندرس في كل حالة على حدة. في الحالة A
خطوط المجاله تجتاز السطح عموديا ولكنها مائله. اذا هذا يبعث من كثافه الفيض من قيمه الفيض المغناطيسي. في الحلبي نلاحظ ان كل خطوط المجال المغناطيسي تجتاز عموديا وهي نفس العدد تساوي نفس العدد في الحلبي. في الحلسي هي لا تجتاز عموديا ولكنها تمر موازيه للسطح. اذا هذه مستبعده تماما. في الحلبي فقط ثلاث خطوط للمجال تعبر السطح عموديا. اذا منطقيا على خطوط الفيض التي تمر عموديا هنا في الحلبي هو الاقصر. اذا الفيض المغناطيسي في الحلبي هو الاكثر. ننتقل الى سؤال اخر. ظاهره الحث الكهرومغناطيسي تعريفها بقى. هي ظاهرة تولد قوة محركة كهربية تأثيرية وتيار كهربي تأثيري في دائرة موصل مغلقة بتأثير مجال مغناطيسي. طب ما هي القوة المحركة اللي احنا بنقول تولدت؟ الحث توليد قوة محركة. طب ما هي القوة المحركة؟ هي فرق البعد بين طرفي موصل ينشأ من ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. إذا القوة الدفع الكهربية هي فرق جهد. هي فرق جهد ينشأ ما بين طرفي الموصل الذي تحركت فيه الذي تولدت فيه قوة دفعة بتأثير مجال مغناطيسي. أي من الطرق الآتية يمكن استخدامها لتوليد تيار تأثيري؟ تحريك سلك موازي لاتجاه المجال المغناطيسي، تثبيت الفيض المغناطيسي في ملف موضوع في ملف آخر، تحريك سلك عموديا على ملف مغناطيسي، تثبيت مغناطيس داخل ملف. طبعا ليكن في معلومك ان توليد قوة دفع كهربية يعتمد على حركة نسبية ما بين موصل سواء مستقيم او ملف، حركة نسبية ما بين مجال مغناطيسي وموصل مستقيم او ملف. فإذا نستبعد تثبيت المغناطيس او تثبيت الفيض المغناطيسي. وكذلك يجب ان تكون حركه الموصل او الملف تقطع عموديا المجال المغناطيسي. فاذا كنا موازيا هذا ليس صحيح. يجب ان نكون قطع خطوط المجال عموديا. اذا الاجابه الصحيحه هي سي. ننتقل الى سؤال اخر. موصل مستقيم طوله 7.10 متر، المعطيات ال بتساوي 7.10 متر، يقطع مجالا مغناطيسيا كثافه فيضه البي بيساوي 6.10 تسلا ملي تسلا. فينا نحولها على طول يبقى ضرب 10 اس ناقص 3 تسلا، لانها ملي تسلا واحنا عارفين ان الملي 10 اس ناقص 3. بشكل عمودي وبسرعه هذه هي الـ V تساوي 10 متر على ثانية. احسب القوة المحركة الكهربائية التأثيرية كما نعلم القانون الـ AMF أو قوة الدفع الكهربية بتساوي B L V ساين ثيتا، حيث الثيتا الزاوية ما بين اتجاه المجال المغناطيسي و السلك أو الموصل. يبقى يساوي الـ V كما يا شباب 6.10 ضرب 10 اس ناقص 3 ضرب 7.10 ضرب 10 ساين. ما دام يقطع عموديا، عمود يعني السيتا بيساوي 90 يبقى ساين 90. اوكي؟ متخصصي الاجابات عليك استنتاج النتيجه ومراجعتي فيها. المطلوب الثاني شده التيار التاثيري اذا كانت المقاومه الكليه للدائره هي 5 اوم. هنا سنضطر اننا نستنتج احنا العلاقه، كنت اود ان اتركها لكم ولكن اننا سنحتاج الى النتيجه في حساب شده التيار. وشده التيار هنا سوف تساوي اي تساوي اي ام اف تقسيم الار. من هنا هذه النتيجة تساوي
42 في 10 اس ناقص 4 فولت تساوي اذا شده التيار على هو مطلوب ايه؟ مطلوب ب يساوي 42 تايمز 10 تو ذا باور 4 على المقاومه 5 اوم يساوي 8.4 ضرب 10 اس ناقص 4 امبير. ننتقل الى سؤال اخر. تم وضع ملف مساحته 2.2 في 10 اس ناقص 3 وعدد لفات كذا. استنتجنا المعطيات مساحه وعدد اللفات وكثافه الفيض المغناطيسي. كيف نحسب القوة الدفع الكهربية؟ كما نعلم باستخدام قاعدة فاراداي أو قانون فاراداي الـ EMF يساوي سالب دلتا فاي على دلتا تي. دلتا فاي يساوي فاي 2 ناقص فاي 1. إذا لنحسب أولا فاي 1 هيساوي بي إن إي كوساين ثيتا. هيساوي التعويض ال B 6 من 10 ضرب ال A 2.2 10 اس ناقص 3 ضرب الواحد 1200 كوساين. نكمل ضرب كوساين هنا الزاوية تساوي صفر لانه المجال يتعامد على سطح الملف. اذا الزاويه بين سطح الملف الزاويه بين خطوط المجال والعمود على السطح يساوي صفر. اذا سيتا بيساوي صفر هنا يبقى كوساين صفر يعني يساوي واحد. هذه القيمه ستؤول الى 1.6 فولت. في حاله الزاويه ما بين سطح الملف ما بين المجال المغناطيسي والعمودي على السطح يساوي 90. في هذه الحاله يكون فاي 2 يساوي صفر. نطبق هذا هنا هذا القانون. دلتا فاي يساوي سالب فاي 2 ناقص فاي 1 على الزمن دلتا تي بيساوي 2 سكند. يبقى هيساوي صفر ناقص 1.6 على 0.2 يعني هيساوي 8 فولت. يبقى المتوسط يا شباب بيساوي 8 فولت. بسم الله. ننتقل الى موضوع اخر وهو قاعده لينز والتي تنص على ان اتجاه التيار التاثيري يكون بحيث يقاوم التغير في الفيض الذي يولده. هنا يتحرك مجال مغناطيسي بالقرب من الملف ملف خارجي. يتولد في الملف الخارجي تيار. هذا التيار ينشا عنه مجال مغناطيسي يكون قطبه الشمالي مواجه القطب الشمالي للمغناطيس الخارجي بحيث يحدث تنافر. إذا ابتعد المغناطيس هناك في الحركة اضطراب. إذا ابتعد المغناطيس يغير التيار التأثيري المتولد في الملف اتجاهه بحيث يتولد عنه هو نفسه مجال مغناطيسي يقاوم حركة المغناطيس الخارجي فيكون القطب المقترب أو القريب من المغناطيس الخارجي قطبا جنوبيا. إلى هنا انتهت أسئلة المراجعة. أرجو من الله تعالى أن تكلل مجهوداتكم بالنجاح إن شاء الله وتكونوا فهمتوا. وأي سؤال أنا مكتبي مفتوح ومختبر مفتوح ومنتظر منكم الإجابات أو القيم اللي أنا كنت طالبها منكم للعمليات الحسابية. منتظر أنكم تراجعوني فيها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.